النهار في الندوه اللي تدارت في هذا الباب على انه كاين 17 متابعه 17 متابعه في هذا الباب. والدوله ديال زمان اخر، الدوله ما فهمتش لانه الشعب المغربي وشبابه راهم من واحد المستوى ديال الوعي جد متقدم، لانه اليوم هم مفتوحين على كل ما يجري في العالم من خلال قنوات ديال التواصل الاجتماعي، وبالتالي كيعبروا في غياب الادوات الوساطه اللي تم الاجهاز عليها في الحقيقه من طرف الدوله من احزاب ونقابات وجمعيات وغيره اللي الدوله جهدتها من اي مضمون حقيقي يمكن يجتذب الشباب. اليوم الشباب كيعبر على نفسه، في ادوات التواصل الاجتماعي، كيعبر على نفسه في ملاعب كره القدم بشعارات رائعه وجد متقدمه وبلوحات فنيه من مستوى الرقي بمكان. الدوله ما كتقراش هذا الشيء هذا، وهذا كيعبر على انه كاين هناك رفض ديال الشباب المغربي للدوله القائمه، وبانه عنده طموح على انه يكون تغيير حقيقي. كيعبر عليه في الاغنيه، كيعبر عليه في التغريدات، كيعبر عليه في الملاعب ديال الكره، وهذاك هو الراي اللي سيد عند كل المغاربه، خطا الا بغاو يعتقلوا كل المغاربه، وانه الدوله غالطه تمنع هي استراتيجيه غالطه ملي كتوضع هاد القضايا ما حق مساءله، لانه كيضحكوا عليها بالخارج، ولانها لن تغير شيء، ولانها تعطي صدى كبير. الاغنيه ديال دوك الشباب اللي كانوا داروا عاش الشعب، الاغنيه حقت 15 مليون مليون كتصحح لي اليوم، عندها 21 مليون مشاهد، وكانت حقت 10 مليون في 5 ايام اللي ما كيحققها اي فنان من كبار الفنانين. وبالتالي خاص الدوله ما يكونوش كيفهموا غير جهه، يفهموا جهه اخرى، يفهموا هذه الاشارات ويتعاطوا معها بشكل ايجابي، والا فمخاطر عليهم على النظام قائمه. وبانه اليوم حنا كنشوفوا بان المستقبل هو لهاد الشباب، لان هاد الشباب راه هو مغاربه الغد، وهما مغاربه اليوم اصلا ومغاربه الغد، وهما بناء المستقبل، هما بناء هذا النموذج التنموي، هما بناء المغرب الجديد. ولا ما كانش اعطائهم العنايه اللازمه والانصات لهم راه الدوله في خبر كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.